أحيت أكاديمية سوريانا للتدريب وبناء القادة مسابقة الحساب الذهني لعام 2021 في صالة المركز الثقافي بمنطقة الميدان بدمشق، إيماناً منها بقدرات عقول أطفالنا براعم الأمل. يجتمع في هذا النشاط اليوم مسابقة للحساب الذهني من كل المحافظات، وهي حالة فريدة على مستوى سوريا بهذا الكم وهذا العدد وهؤلاء المدربين فعلا الاحترافيين والنشيطين الذين يستحقون، ونقدم لهم كل الشكر والتقدير. أيضا هناك احتفالية كبيرة ستجري بعد هذه المسابقة من خلال تكريم عدد من الفنانين الكبار على مستوى سوريا، هم شاركوا بمسابقات رمضانية على مدى شهر رمضان المبارك. اليوم مسابقتنا على مستوى دمشق وريفها فقط، طبعا في عنا لسه بكامل المحافظات، الأوائل من كل محافظة، نعمل الفاينل النهائي بعدين بنرد بدمشق مرة ثانية. الأطفال المشاركون من كافة المحافظات تم تدريبهم على كافة مستويات الحساب الذهني تحت إشراف نخبة مدرسين وأساتذة ليتجاوزوا مراحل عدة من الاختبارات. حاسين ان الاطفال كثير فرقوا على التدريب، بمدارسهم صاروا بمهنيه عاليه بموضوع الحساب، حبوا الفكره كثير، حبوا اللعب، حبوا طريقه التعامل مع الارقام، فالحمد لله صار عندنا شغل كثير على الجانب الايمن من الدماغ، ابداع، تخيل. انا محمود يحيى، عمري 12 سنه، فزت في المركز الاول بالمستوى الثاني بالحساب الذهني، انبسطت كثير لانه درست وتعبت لحتى جبت هذا الشيء. وتم تكريم المتسابقين الحائزين على المراكز المتقدمه بعد خضوعهم لاختبار التصفيه النهائي بحضور الفنانين السوريين الذين شاركوا في دعم مواهب الاطفال وتشجيعهم على الاستمرار في التقدم. هو الامل. سوريا بكل الظروف الصعبة مثل ما كنتم شايفين عندها مسابقات وعم تكرم أطفالها وعم تدفعهم نحو التقدم أكثر وأكثر وأكثر. وبشرفني كثير أنه أنا يكون تكريمي مع هذول الأطفال، لأنه فعلا هن المستقبل، هن أمل الحياة والزهرة تبعه. واجب كل فنان سوري أن يتقدم بأي مساعدة، إن كانت مثل ما قلنا معنوية أو فكرية ثقافية رياضية، أي دعم للأطفال من واجب الفنان السوري أن يتقدم فيه. ندعم مواهب الأطفال من شان ننمي المواهب اللي عندهم، من رياضيات، من غناء، من حساب، كل شيء عنده طفل موهبة بده يبرزها نحن بندعمه ومنكون معه. لطالما كان الطفل هو شعلة الخير التي تنير دروب الأمل على مر السنين، وسيبقى أطفالنا على هذا النهج للسعي في بناء سوريا.